رافدت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مثل هذه التحديات وفي مثل هذه الختاميات التي دائما ما تكون القوة هي لغتها في هذا التحدي والمنافسة لهذه الشعارات. فلننطلق مع أول التحديات، مع أول المراكز لمن نرى ومن تتواجد على مقدمة الشوط في منافسة قوية مع براقة لفاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي الذي يتواجد مع أول التحديات وانطلاقاته. ثاني المراكز وصلت في هذه اللحظات ممدوحة باحثة على المدح والشهرة، تتواجد على ثاني المراكز سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاح الذي يتواجد بشعاره على ثالث المراكز رابع المراكز، ومن تتواجد حشيمة باحثة عن مركز الحشمة والتحدي في منافسة هذه الشعارات، وتتواجد بشعار احمد بالحزم بن قناص العامري الذي يتواجد مع انطلاقة حشيمة رابع المراكز، ومن وصلت في هذه التحديات وهذه المنافسة التي تتواجد مع المراكز المتقدمة والانطلاق المميز على رابع المراكز بهذا الشعار الذي يتواجد بتحدياته، ومنافسا كذلك مع الأربع المراكز المتقدمة في تحديات هذا الشوط. من تتواجد في هذه اللحظات؟ تتواجد مع برمجة باحثة عن برمجة لهذا الشوط، وكذلك تحدي مع برمجة لعلي بن سعيد بن علي بن سرود الذي يتواجد مع انطلاقته وتحديات هذا الشعار الذي يتواجد في صلب المنافسة. من تتواجد والتسلل كذلك مع خامس المراكز وصلت النصيبة بتحديات سعيد بن خليفة الكتبي الذي يتواجد بانطلاقته وتحدياته. من الجانب الأيمن تواجد مع أمواج، من تتواجد في أمواج متلاطمة للتنافس والتحدي، أمواج لمحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي الذي يقدم لنا أمواج بتحدياته وانطلاقاته. وصل كذلك من تصل في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات من تتواجد الله، وصلت راهية تبحث عن الانتزاع وعن نقطة أخرى كذلك لهذا الشعار. من يتواجد؟ العثة بن خزع بن العثة العامل الذي يتواجد بتحديات هذا الشعار. نرى من الجانب الأيمن تواجد كذلك مع من تصلنا في هذه اللحظات محبوبة، تتواجد في هذه اللحظات لعبد الله بن عبيد بن حوس بن حلوس العامري الذي يتواجد بانطلاقته وتحدياته. كذلك التجاوز في هذه اللحظات مع العمالة التي تتواجد كذلك بشعار سالم بن حمد البطين الذي يتواجد بتحدياته وانطلاقه في هذه المنافسة الكبيرة وتحديات هذا الشعار الذي يتواجد بقوته وتحدياته على ثالث المراكز. ولكن هذا مو شعار البطين يا جماعة، هذا مو شعار البطين، لكن من الجانب الأيمن التحدي كذلك مع الانطلاق الأول والتحدي المثير مع مقدمة الشوط. الله، أمواج 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 مسيطرة، سيطرة تامة مع محمد بن الشيبة بن صالح المزروعي، ولكن التحدي كذلك مع من تصلنا في هذه اللحظات. ثاني المراكز براقة لفاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي الذي يتواجد والشعار المنصوري قادم بكل قوة. من تتواجد كذلك؟ من تتواجد على ثالث المراكز شعار المنصوري، ولكن التحدي كذلك مع من تصلنا في ثالث المراكز. التواجد كذلك مع العنود لهزع بن ناصر الخيلي الذي يتواجد بن سرود، ولكن من الجانب الأيمن شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الذي يتواجد من الجانب الأيمن. الثلاث المراكز الأولى والتحديات في هذه المنافسة الكبيرة، ولكن نعود مع أول المراكز، مع التحدي الأول، مع المنافسة الأولى في تحديات العنود التي تتواجد في أول المراكز وأول التحديات، مع الأمتار الأخيرة هزاع بن ناصر بن سرود الخيل الذي ينتزع المركز الأول بكل قوة بكل افتخار. تهانينا تهانينا لمالك العنود هزاع بن ناصر بن سرود الخيل الذي يتوزع المركز الأول. ثاني المراكز كان وصول كذلك براقة لفاضل بن عبد الله بن سعيد الجحافي، ثالث المراكز كان وصول ثالث المراكز الشاهينية لمحمد بن زايد المنصوري، رابع المراكز كان وصول نصيبة لسعيد بن خليفة الكتبي، أما خامس المراكز فكان وصول محبوبة لعبد الله بن عبيد بن حوس العامري. تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين، التهاني
لمالك العنود هزاع بن ناصر بن سرود الخيلي الذي انتزع المركز الأول بكل قوة وافتخار، وكان توقيتها الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس لهذا الشعار الذي قدم لنا العنود بتحدياتها ومنافستها حتى الأمتار الأخيرة. كان التوقيت 6 دقائق 3 ثواني وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك العنود هزاع بن ناصر بن سرود الخيلي. ثاني المراكز كان التوقيت الزمني 6 دقائق 3 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك. كان وصول مع براقة لفاضل بن عبد الله الجحافي. ثالث المراكز كان توقيتها الزمني 6 دقائق 3 ثواني كان وصول 6 دقائق و4 ثواني وجزء من الثانية. تهانينا أو جزئين من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك الشاهيني محمد بن زايد.